مسلسل حق عرب اللي بتنتجه الشركة المتحدة، واللي فيها النجم أحمد عوضي، يعني بيعيش أحداث كتير، وامبارح تقريبا تم اتهامه بقضية قتل المعلم بتاعه، وبيدخل في دايرة من الأحداث اللي الناس كلها بتتابعها. ويمكن الناس كتير بتحب نموذج الدراما الشعبية اللي هو نعرض ثقافات بقى ليها علاقة بالشارع المصري وروح الشارع المصري، وده يعني حقق نجاح كتير لنجوم كتير فعلا قدروا انهم يقربوا للناس وللشارع المصري بشكل كبير من خلال الدراما الشعبية. خلينا نتكلم مع احد صناع العمل، المؤلف الاستاذ محمود حمدان، مؤلف عمل حق عرب، واهلا بيك وكل سنة وانت طيب، رمضان كريم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا دير؟ ببارك لحضرتك على نجاح المسلسل، وعايز اسالك عن كتابه الاعمال اللي ليها علاقه بالدراما الشعبيه والتحديات اللي موجوده في ده. طبعا الله يبارك فيكي، متشكر جدا. انا 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 سعيد برد فعل الشارع ورد فعل الجمهور. مسلسل حق عرب الحمد لله قدر يدخل اغلب البيوت، والتيمة الشعبية طول عمرها الناس بتحبها. صحيح. هي الفكرة ان كمان احمد العوضي عنده جمهور ما شاء الله كبير جدا، يعني قدر يكون قاعدة كبيرة جدا من الجمهور، والشركة المتحدة عاملة معانا يعني شغل حلو جدا، وشركة سينرجي انتاجيا ان احنا نقدر نقدم عمل بالشكل كل اللي انا بكتبه بيتحقق الحقيقة. فكل العناصر كانت مهتمة جدا ان احنا نقدم عمل شعبي الناس تحبه. اختيار بقى يعني ما يعرض من ثقافات في دراما شعبية، يعني مثلا ابتدى يبان في احداث المسلسل اللي هي البشعة، الحاجات دي اختياراتك بتكون عاملة ازاي عليها وانت بتكتب المسلسل؟ ما هي دي الحاجات اللي الناس بتستخدمها ومن كل الناس تعرف عنها حاجة. يعني في ناس، أنا لقيت فاجئت بناس كتير جدا استغربوا إيه البشعة دي، وبدأوا يدوروا ويعملوا سيرش على التهريق أو إيه اللي بيحصل. بس ده بيحصل في المجتمع، في جزء كده من المجتمع بيلجأ إلى هذه الطريقة في كشف الكذب عموما، يعني عند فئات معينة من المجتمع يعني. لكن في اعمال يعني تقدم دراما شعبيه ما بتبقاش قريبه لينا، ما بيبقاش ليها علاقه بروح الشارع المصري الحقيقي، ويمكن ده بيؤخذ على اعمال كتير جدا. اللي بيعرض في حق عرب دراما شعبيه بروح الشارع المصري الراقي. بالظبط، احنا كنا عايزين ان احنا نبقى قريبين من الناس، عايزين نقدم عمل واقعي. البطل بتاعنا هو شبه الناس جدا، وشبه الطبقة اللي هي البسيطة المكافحة. قد يبدو ان التيمة تيمة البطل الشعبي اللي بيتعمل كتير على مدار السنين كتير جدا جدا جدا، ولكن اللي هيحدث وما يلاقيه عرب السويركي وما يواجهه هو ده هنا المختلف، معالجة الموضوع اللي احنا عايزين نقدمه. في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع انه يشبه قصص لقصه في الدين معينه زي سيدنا موسى وفرعون اوكي، هي طبعا هي جايه من النبته، عشان برضو ابقى واضح. فكره ان لما اتقال لفرعون ان في طفل هيولد وهذا الطفل هياخد روحك في يوم من الايام، دي كانت البدايه بتاعت المسلسل. من هنا بدأنا في فكرة المسلسل موسى وفرعون، وده اللي الناس، في ناس على السوشيال ميديا بدأوا يتكلموا عن الموضوع وإنه إيه ده شبه قصة سيدنا موسى وفرعون. دي حقيقة، يعني أنا بقول من خلال برنامجك أول مرة أتكلم في الموضوع إنه الفكرة مستوحاة من هذه القصص. طبعا 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 طبعا. طب عايز اسال حضرتك على لازمات احمد العوضي كمان، هو دايما عنده لازمات في المسلسلات، هل ده بيبقى بالاتفاق بينكم ولا اللازمات دي بتحصل ازاي، وكلمات معينه الناس بتبتدي تقولها بعد كده؟ لا، اللازمات دي احمد اللي بيحب يعملها، لان احمد بيقعد يدور على كل ما هو جديد في اللازمات. فدي اللازمات لا هي تخص احمد،
وهو الحقيقه بيجتهد فيها جدا جدا جدا. هو عايز دايما لازمات تعلق مع المتفرج صحيح، ويقدر يكررها وراه، لانه خلاص الجمهور اتعود منه على الشكل ده وعلى الـ 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 الطريقه دي. فهي لا، اللذات بتاعت احمد طبعا. مبارك لحضرتك، ويعني مستمرين كده على مدار يعني الايام اللي جايه من رمضان نشوف اكتر احداث من مسلسل حق عرب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.